السلام عليكم متتبعي قناة حلويات أم هدى. وصفة اليوم هي بريوش محشي بالشوكولا، رائع وسهل التحضير وبمكونات متوفرة في أي منزل. كنتمنى أنه ينال إعجابكم. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بسم الله، نبدأ على بركة الله في تحضير هذه الوصفة. عندي 430 غرام من الدقيق الأبيض، أي 3 الكيسان العنبة ونص يكونوا ممتلئين ونص يكون عادي. عندي بيضة واحدة، ملعقة كبيرة ممتلئة من خميرة الخبز أو الخميرة الفورية، عندي ملعقتين كبيرتين من الزبدة بدرجة حرارة المطبخ، ملعقتين كبيرتين من سكر الخشن أو سكر حبيبات، كيس من الفانيلا، وعندي هنايا كيس من الخميرة الكيميائية من وزن 7 غرام أو البيكنج باودر من وزن 7 غرام، عندي الملح، عندي 300 مللتر من الحليب الدافئ. نبداو على بركة الله. اول حاجة هنايا غادي نضيف للدقيق بيكنج باودر او الخميرة الكيميائية، كيس من الفانيليا، والسكر الخشن او سكر حبيبات، وهنا جانبا كنضيف الخميرة الفورية والبيضة، غادي نضيفها هنايا جانبا. انا هنايا بعد ما وضعت الخميرة الفورية كنضيف القليل من الحليب عليها باش كتذوب لي، وكنضيف رشة ملح فقط رشة وصافي. هنايا تكون ذابت الخميرة، وكنضيف على السكر كذلك. صافي، هنا انا خلطت كل شيء دقة واحدة، غادي نفرغ فخضرة الحليب. صافي، انا هنايا غادي نبدا نضرب فيها حتى يتخلطوا جميع العناصر بهذه الطريقه. هذه غادي نبقى نضرب فيها جيدا، انا هنا غادي نضيف زبدة بدرجة حرارة المطبخ ملعقتين كبيرتين، وكندخلها فيها بهذه الطريقة هذه. كتبقاو تضربوا حتى كتدخل لكم الزبدة وتخلط لكم في العجين جيدا. صافي، انا هنايا بعد ما تخلطت لي جيدا كما كتلاحظوا كتكون كتلتصق في اليد بهذا الشكل هذا. انا الان غادي نغطيها بفيلم اليمونتير ونخليها ترتاح ليا حتى كيتضاعف الحجم ديالها ونرجع معكم. هنا هنايا بعد ما ختمر ليا العجين تاعي فغادي ناخذ الدقيق او الزيت. فانا هنا كناخذ الزيت ما بين يديا بهذا الشكل هذا، وكتاخذوا القليل من العجينه وغادي تشكلوها، حاولوا تكثروا الزيت باش ما تلتصقش ليكم العجينه في يديكم، كتشكلوها على شكل كويره تكون صغيره. انا هنايا خديت هذا المول هذا اللي دهنته بالزبده، الكل غادي يعرفوا هو ديال لي مادلين او لي كاب كيك، كديروهم صغيرين وتوضعوهم بهذا الشكل هذا. بزاف ديال الدراري اللي غادي تعجبهم هذه الطريقه هذه. كما كتلاحظوا هنايا بعد ما كملت الكميه كامله اللي عندي بهذه الطريقه هذه، الكميه الاخرى درتها صفيحه فرن عاديه. اللي عنده العدد كبير نتاع هاد لي كاب كيك او لي مادلين كيستعملو كيكمل باقي العجين فيه، اما انا عندي هذا الصغير. انا هنا غادي نخليها تختمر مره ثانيه حتى كتشوفوها انتفخات مزيان. انا هنايا بعد ما اختمر ليا البريوش نتاعي كما كتلاحظوا انتفخ، كتخليوه ينتفخ جيدا كما كتلاحظوا. وهنايا خديت بيضه خفقتها جيدا او صفار بيضه وكندهنهم غير بشويه باش ما يتفشوش لينا الفوق فقط. انا هنا من بعد ما نكملهم بالدهين بهذه الطريقه هذه، بعد ما ندهنهم
غادي ندخلهم للفرن اللي سبق لي شعلته، لازم يكون على نار متوسطه باش ما يتحرقوش لينا. انا هنايا من بعد ما طاب لي البريوش نتاعي بهذا الشكل هذا، كتلاحظوا انه مفشفش وخاوي من الداخل، كيجي رائع، كنتمنى انكم تجربوه. انا هنايا فقط من بعد ما طابوا لي وخليتهم بردوا لي، درت وضعت واحد الحفره صغيره بالاصبع نتاعي، ولكن تكون صغيره. وهنايا كناخذ جيب الحلواني فيه الشوكولا، وغادي نوضع فيهم من الداخل الشوكولا. صراحة كيجيو هائلين للوليدات الصغار للفطور. انا غادي نستمر بنفس الطريقه حتى غادي نكمل الكميه كامله اللي عندي. وكان هذا هو الشكل النهائي نتاع البريوش اللي قمت بتحضيره معكم بشكل جديد ورائع، كنتمنى انكم تجربوه، كيجي هائل الفطور للوليدات الصغار كما كتلاحظوا، كيجي مفشفش. غادي نوري الشكل ديالو من الداخل، غادي نقطع نوري الشكل ديالو كما كتلاحظوا، شوفوا كيجي رائع. الوسط ديالو كيجي محشي بالشوكولا كما كتلاحظوا، كيجي الوسط ديالو محشي بالشوكولا، كيجي رائع للوليدات الصغار وحتى لينا حنايا الكبار الفطور، كيجي هائل. فإلى عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساوش تدعمونا بالاشتراك في القناه باش توصلوا دائما بجديد الوصفات. نتلاقاو في وصفه اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم.